لك لك ايش في انت وياها عم تقتلوا؟ ايش في ماما عم يتقتلوا تحت ايدي؟ ما انت قلت لك اغراض المدرسه. وانا دست انا ماما من هلا عم تتقتلوا اغراض المدرسه؟ ليش المدرسه ايه بدها تفتح؟ ما بقي لها شيء. ماما بالطبع انا بدي اوصل. طيب 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 طلعوا طلعوا. هلا نحن عنا اغراض من السنه الماضيه صح لما وصح؟ ايه. هلا منجيبهم وبنفتحهم وبنشوف ايش في عنا وايش ناقصنا. اتفقنا؟ اتفقنا. وناقصنا بنجيبه. تمام. يلا. أنا أول. بس أنا أول. خلص أبا وزعلون. لا هون بس. تمام. بنخلي ريماس هي اللي تفتح الأغراض. تمام؟ يعني تفتحوهم كلياتكم سوا. نعرف مين ناقصه. تمام. اتفقنا؟ إيه. يلا ريماس قومي جيبيهم. يلا يا ريماس. وهون ريماس جابت أغراض المدرسة الموجودة عنا من السنة الماضية. يلا. ابركوا جنب لنا نشوف ايش موجود. شوفي اول شيء هذا هاي اول بسه. تمام. هاي ثاني بسه. وفي دستور بس ثواني قبل ما تضبط. يلا يعني بالحساب عندنا ثلاث علب تلوين قلم وفي علبتين مائي. مزبوط؟ مزبوط. هاي المائي الاولى. تمام. هذو كلهم جدد من السنه الماضيه مثل ما قلنا. بظن المائي ما بيستخدموه. ما بيستخدموه. هلا نحن بنشوف ايش اللي ناقصنا بنجيبه واللي عنا بنخليه. تمام. افتحي يلا شوفي كم علبه هدول. خمس علب جديده لساتهم. يلا الوحده فيها 12. يلا ما تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات المدرسه ايمتى رح تفتح واذا انتم عندكم اغراض من السنه الماضيه. هذا دفتر مطاطي. تمام. يلا هذا دفتر موسيقى. تمام. يعني كمان جديد. الموسيقى صعبة حتى يتعلميها. هذا كلهم مثل ما قلنا هذا كلهم جدد. هذا كمان دفتر رياضيات. يلا هذا دفتر تسكي. تمام. هلا نحن بنشوف وبعدين تتقسمي انت وحمزة والناقص بنجيبه ومنشوف ريماس ايش لازمه. طبعا ريماس صف سادس رح تدخل، حمزة صف ثاني، وعائشة صف رابع. مزبوط؟ صح. صح. يلا هاد كمان نفسه تركي وبصير كمان لهيات بالجسير وكمان هيك كمان هاد دفتر رياضيات. طبعا هدول موجودين من السنه الماضيه من عدا اللي كانوا عم برسم عليهم بالعطله ومن عدا الالوان من عدا شيء. هاد كمان الوان عايشه. صحيح بتحكم بس ما مستعمل. علبه كمان جديده يعني مو ناقصه شيء. بظن تلوين انه نحن ما رح نجيب هاي السنه بكفي. ايش رايكم؟ ايش هيك كان السنة ما راح نجيب الوان؟ ايه كثير. كتبوا لنا بالتعليقات ما بكفي الوان هذول. شوفي حتى محل كتبتهم. يلا. هون احلى شيء هون. يلا يلا. دفتر لونه اخضر. دفتر اخضر. الجلد. يلا. هاد كمان. المقالم بعرف اجيب المقالم. هاي اول معلمتنا شو كم مقلمه. يلا ايش فيها؟ كل هدول الالوان لسه ما راح اجيب ابدا ولا انا لا بكفي 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 هلا هدول الوان ومعهم وهاي كمان هاي مقلمه. أيوة. هاي فيها برايات محايه. ايه تمام. المهم في الوان في دسات مختومه. وفيها ثلاث محايات مختومه. اكبر يلا كمان المحايا جدد. ايه وفي هاي المعلمة الحمراء. تمام. يلا هاي المعلمة كمان فيها الوان. فرجيني فيها مثل عادة الوان ولا مرصاص. اكثر شيء الالوان والدبس. اه طلعي الالوان الاجداد. اه يعني هيك انه بالحساب قلم رصاص ما رح نشتري، تلوين ما رح نشتري، تفاتر رح نشوف ايش الناقص. شوفي حتى في هاي كمان برايه. ايوه هاي محل كمان. والشناتي تمام. يا لسه في يا عائشه ولسه عائشه وحمزه كانوا عم تقتلوا وانه هن ما عندهم اغراض من السنه الماضيه. هلا حمزه بظن انه لازم نجيب له تفاتر اصغر من هذول. تمام جديد هذا كلهم جدد. هاد اول دفتر انا يعني باخذ بس 40 يمكن دفتر. تمام. هلا انا على ما اظن انه هي المدرسه بدها تفتح الشهر الجاي 9/9 على ما اظن. هاد شكله كثير حلو.
في الدفتر. يلا الجامعة يلا كلهم فاضيين ما مرسولين كلهم جداد طلعي نفسهم هذول كلهم جداد يلا كلهم جداد يلا ايش بي ايه بإيه ثواني بإيه دفتر رسم كمان دفتر رسم تمام يلا هذا دفتر حكاية وهيك هدول كلهم تمام وهدول اللي كانوا موجودين عنا من السنة الماضية زعلم يا هنا دفتر كنا هلا نحن راح نحط الدفاتر على الزيق الكبار تمام ونجيب كم دفتر صغير لك ولحمزة وراح نجيب التنادي واذا لازم دفاتر كبار بيكون موجود عندنا بالبيت هلا نحن افكر حضر لي عشان ابدا بدا مثل هدول الدفاتر بكون عليها مدود الدباديب ورسمات ايه طبعا بنجيب بس هي موجود شي موجود يعني بهالوقت هذا اللي عنده 4-5 اولاد يعني جد الله يعينه المهم هلا اكتبوا لنا بالتعليقات اذا انتوا عندكم هيك اغراض في البيت من السنه الماضيه ايش راح تكملوا لاغراض المدرسه يلا يا ريمس بلشي لنشوف اول زعلي فيهم اول شيء هاي العيشات هاي العيشه الوان ما هيك عيشه وحمزه هاي الك تمام حطي على الباقي لك عزي عشان حتى نعرف اذا داومتي ايش راح ينقصك هاي هي العائشة هي العائشة تبعيتها هلا حمزة بظن انا كان عنده وحدة بس استعملها بالعطلة خلصت لا لا صح حمزة ما كان عنده علب مثل هدول كان عنده من هدول هدول الوان حمزة هدول يوسف ومحمد بالغرفة الثانية عم تقتلوا هاي عائشة معلش انا بالمفضل راح معلش طب ماشي هلا ايش بي ناقصك يا عائشه انت هلا من بعد ما هيك تفرزي اغراضك الا لا تخلصي اغراضك تقولي لي ايش ناقصك لسه بدي دفتر تركي دفتر انجليزي يا حمزه ما بتتذكر تمام يلا هلا عائشه انا اللي بدك انا هيك لسه بدي موسيقى تمام هلا نحن قلنا بدنا نشتري بس لكن بنشوف الاغراض اللي عنا هلا بتعرفي ايش موزيك؟ لا يعني بتخلي اه بلا بلا يعني هيك بدك هيك ايوه هلا والله ما كنت فعلي يا عيوش يلا 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 على السريع وكتبوا لنا بالتعليقات انتوا اشتريتوا اغراض المدرسة ولا لسه؟ اوزعتني ايه لا 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 وزعي لهم هني على السوا مشان يعرفوا كل واحد اغراضه تمام ونعرف ايش اللي ناقص هلا حمزه مثل ما قلنا رح نجيب هلا دفاتر بس صغار حجم صغير تمام رح نجيب دفاتر حجم صغير ورح نجيب لعائشه وحمزه تناتي هلا ريماس لسه ما مقرره ما بنعرف ايش بده يصير بمدرستها لاني يعني عم بختلف العنوان ما بنعرف اذا بتكمل بمدرستها ولا رح نغيرها كمان هاي حكايه يلا 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 هات هذا دفتر كبار اللي بده هات باي ما بقى خلاص بظن انه حمزه هو بما انه صف ثاني ما راح يعتاد دفتر كبار كل هالشيء راح نجيب له دفتر صغار وراح نجيب شنتاي وقنينه مي ولانش بوكس ومثلهم لعائشه تمام اللانش بوكس تمام تمام جنتاية الطعام ولانش بوكس وقناني مي مزبوط؟ وانتوا لا تنسوا اكتبوا لنا تحت التعليقات ايش بقي للمدرسة؟ كم يوم بقي لها واذا انتوا عندكم كان اغراض من السنة الماضية وهدول الاغراض اللي كانت موجودة عنا وبرأيكم اللي انا حكيته اللي ناقص بكفي الا رح نجيب كمان ابا شوفي ايش رح نجيب كمان شو رح نجيب كمان كمان كل هالشي وما قدمون شوفي ابا عرف ايش الوان ما بقي لازم دفاتر رسمه بايدنا لا بايدنا دفاتر صغار دفاتر هذا مثل هيك صغار مشاركتوا عليهم الوظيفات تمام ايه هدول دفاتر صغار؟ ايه لانش بوكس وقنينة مي وشنتاية الطعام وشنتاية مدرسة شنتاية الطعام وشنتاية بكفي بكفي مع لبس المدرسة ايش بدنا نجيب كمان؟ ومثل ما شفتوا بنرجع بنقول هدول كانوا موجودين عنا حبينا نشارككم هيك بالاغراض اللي عنا وتعطونا رايكم ايش ناقصنا
واذا انتم عندكم هي مثلا من السنه الماضيه اكتبوا لنا بالتعليقات وكتبوا لنا امتى رح تفتح المدرسه. ولهم بكون خلص الفيديو. مع السلامه. وبكره استنونا انا وريماس رح نعمل فيديو معجنات او هذا الفطاير زيت بزعتر ومحمر. رح خلي ريماس وعائشه هن اللي يشتغلون لاني طبعا مكافاه لاني هن عائشه اخذت باختبار الجامعة جزء القران اخذت 92 وريماس 96. وباي باي. مع السلامه.